بالامس فريق كره اليد بالزمالك حقق فوز صعب على النادي الاهلي بيراميدز الترجيح ضمن مباراه الجوله الخامسه لدوري المحترفين بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراه بالتعادل 24-24. استطاع الزمالك من تسجيل 5 رميات مقابل 4 للاهلي تنتهي المباراه بنتيجه 29-28. نذكركم بنتيجة الشوط الأول، انتهى بنتيجة 14-12 لصالح النادي الأهلي قبل أن يتألق الزمالك في الشوط الثاني إلى أن يتعادل في الثواني الأخيرة 24-24 ليتم اللجوء للرميات الترجيحية. بالنتيجة دي رفع الزمالك رصيده ل 17 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الأهلي المتصدر اللي ارتفع رصيده ل 20 نقطة. ولأول مرة في الموسم الحالي يفقد الأهلي نقطة في مسابقة الدوري، وده طبعا لأن الفوز خلال اللقاء يساوي 3 نقاط، والفوز بالرميات الترجيح يساوي نقطتين، والخسارة تساوي نقطة واحدة. وحصد الزمالك نقطتين فقط بعد الفوز بالرميات الترجيحية، فيما اكتفى الأهلي بنقطة وحيدة من قمة الجولة كما ذكرت. ويحل الأهلي ضيفا في الجولة المقبلة على البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، بينما يلتقي الزمالك على ملعبه مع هيليوبلس.